هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا وجدان وعمري 22 سنة، جامعية ومخطوبة من 3 شهور. أنا إنسانة عايشة حياتي واهتمامي كله بدراستي وبمستقبلي، ما كنت أبدا أفكر في أي علاقة عاطفية أو بشخص أرتبط فيه، لحد ما جاء ولد عمي اللي ساكن بدولة خليجية يكمل دراسته عندنا بدولتنا العربية. الشخص هذا جاء من 4 سنين. بالبداية كان الموضوع عادي، لكن بالفترة الأخيرة وتحديدا من 1.5 سنة بدأت بيننا قصة حب قوية جدا، وكنت أشوف الإنسان هذا ملاك، فعلا إنسان خلوق جدا، يحب أعمامي كلهم ومتواضع وجدا راقي ومتفوق بشكل كبير ما شاء الله عليه بدراسته. هو إنسان ناجح مثل ما قلت لكم، يحب الكل وطيب بشكل كبير. فحسيت نفسي تعلقت بالإنسان هذا وكنت جدا معجبة فيه، لكن ما تخيلت أبدا أنه ممكن تجمعنا قصة حب، لحد ما جاء اليوم اللي هو صرح لي بإعجابه أني كنت لافتة انتباهه من أول سنة جانا فيها. صراحة ما قدرت أقاوم الإعجاب هذا وتبادلت أنا وياه الحب، وبدأنا تواصل بدون ما أحد يدري من العائلة. من 6 شهور قرر أنه يتكلم مع أهله ويكلم أبوي كمان ويطلبني للزواج. أبوي ما اعترض، بس كان يبيني أكمل دراستي. أعمامي كمان ما حسيتهم مرة فرحانين بالموضوع، وكأن كل واحد كان يتمنى زوج لبنته. غير كذا واحد من أعمامي الثانيين كان يبين زوج لولده. حسيت الموضوع كان بالنسبة لهم صدمة، وما يبون يعني تتم الزواج هذا بينه وبينه. إلا إن أبوي شاف إني موافقة، وشاف مثل ما قلت لكم الشخص هذا مرة أعمامي حبوه، وما في سبب ممكن أحد يرفض عشانه، فوافق أبوي. ومثل ما قلت من 3 شهور تمت خطوبتنا. رغم خطوبتنا إلا أن أبوي كان ضد التواصل بيني وبينه، فما قدرت أني ما أتواصل معه، وهو ما يدري أني متواصلة معه من قبل، لكن أمي كانت تدري أني أتواصل معه. الشخص هذا بجد يعني حبيته كأكبر وأعظم شيء بحياتي صار، ونفس الشيء لاقي منه كل تقدير واحترام وحب وهدايا وكل شيء حلو تتوقعه أي بنت من إنسان يحبها. إحنا بعائلة عادة إحنا نقابل عيال عمي وعمامي عادي، لكن المهم نكون لابسين لبس محترم، لأني أنا برا إنسانة محجبة لكن ماني مغطية وجهي، حجابي ساتر ومحترم، لكن تغطية الوجه كل عائلتنا ما فيها أحد يغطي، أو بالأصح دولتنا مو كثير عندهم تغطية الوجه مثل الدول الخليجية، فالشي هذا يخليني أعرف عيال عمي وكنت أشوفهم مثل إخواني، ومثل ما قلت لكم يشوفوني بلبس محترم وبحجابي. ولد عمي رغم أنه جاء وسكن بالعمارة اللي قدامنا واللي هي عمارتهم، يعني إحنا وأعمامي بيوتنا جنب بعض، ولد عمي اللي هو خطيبي ما أتقابل مع عيال عمي الباقيين، خصوصا اللي كانوا قريبين من عمري أو أكبر مني، واللي يعني احتمال كانوا يفكرون فيني كخطوبة وزواج. واحتراما لمشاعره وحبه لي قدرت الشي هذا، وصرت أتجاهل وأحاول إني ما ألتقي معاهم خير شر، وطلبت نفس الشي منه واتفقنا على كذا. طبعا بيت عمي اللي هم أهل خطيبي كلهم بدولة خليجية، لكن هو اللي جابه هنا دراسته. الدراسة عندنا جدا راقية، وكان يبي قسم معين ما راح يقدر يدرسه هناك بالدولة الخليجية، فلما جاء وين سكن؟ سكن في بيتهم. وبيتهم شلون؟ هو عمارة عبارة عن 3 أدوار، بكل دور شقتين، الدور الثالث لبيت عمي الأساسي، ويجون يسكنون بكل إجازة، والـ4 شقق اللي بالدورين كلها مؤجرة وفيها عوائل. ولد عمي بالفترة هذه قاعد ببيتهم، وشي طبيعي إنه يحتك بالجيران ويشوفهم. والشيء اللي ما تخيلته ولا توقعته أبدا بعمري إنه يكون له علاقة بأحد بهالعمر. فاللي صار إني اكتشفت إنه على علاقة بوحدة ساكنة بالدور الثاني عندهم بنفس العمارة، والحرمة هذه متزوجة وعندها 3 أطفال، وزوجها موجود، يعني العلاقة كمان علاقة كبيرة، مو بس مسألة تواصل أو بس سوالف أو شيء كذا، لا يروح لها البيت ويستغل غياب زوجها، واللي يشتغل في شغل يتطلب منه إنه يغيب عن البيت ممكن يوم أو يومين، لأنه شغله كده توزيع لمناطق فيضطر يغيب أكثر من يوم. شخص طيب ومحترم جدا، حتى زوجته ما كنت أتخيل أبدا إنها بالجرأة هذه، لكن عرفت السبب لنظراتها وتغير تعاملها معي الفترة الماضية، والسبب إنها عاشقة لخطيبي. تقولون شلون عرفتي؟ بيوم من الأيام كان موجود عندنا ولد عمي اللي هو خطيبي، وتعشينا مع بعض، وكنا قاعدين إحنا وأبوي وأمي وأخواني، وأخوي الصغير مانعينه من الأيباد من فترة لأنه تعلق فيه تعلق جنوني، فمنعناه منع تام عن الأيباد. فلما يجي خطيبي لأنه يحبه ويدلعه وياخذه معاه يعطيه جواله ويمسكه كده ويلعب الألعاب،
فاليوم هذا كان قاعد أخوي الصغير بجنبه يلعب بالجوال كالعادة، فجأة جانا أخوي الثاني يقول إنه جاء عمي وعائلته، اللي هو عمي واحد من أعمام اللي عندنا من الحارة. أنا أخذت نفسي بعد ما أشر له إني أقوم، ما يبيهم يجون يدخلون المجلس وأحتك فيهم، فأخذت نفسي وطلعت أخوي الصغير. ومع دخلت عمي وولده وكذا يعني العائلة كلها، أخوي الصغير أخذ نفسه وطلع الصالة وراي. التفت عليه لاحظته يحط الجوال بالأرض يبي يلحق واحد من عيال عمي الصغار عشان يلعب معه، فأخذت الجوال أساس أرجعه لخطيبي، وتفاجأ بالجوال مفتوح. فالفضول اللي عندي خلاني أستغل الشي هذا وأخذ وأدخل على البرامج، واللي أولهم الواتس، وهناك اكتشفت التواصل اللي بينه وبين جارته، واللي يعني كانت رسائل ما أقدر أقول تفاصيلها أو محتواها، والصور والكلام واضح إنه مرة عاشقة وهي نفس الشيء وناسين كل العالم، لدرجة إنها تذكرني ويقول لها أنت أجمل منها بكثير. وهي صراحة ما أنكر هي جدا جميلة وممكن تكون فاتنة، لكن متزوجة وعلى ذمة رجال وعندها أطفال، وكمان ذكرتني بأكثر من سالفة، وإنها تضايقت من خطوبتي وكانت تتمنى إنها تتفركش خطوبتي، وهي يقول لها أنت تطلقي وما رح أخذ غيرك. واضح إنه مرة متخرفن معها، ما أدري هو حب جد أو هو بس تضييع وقت، ولا وش العلاقة القوية اللي بينه والتحرر اللي عاش معها، ماني فاهمة. المهم صورت محادثات كثيرة، أخذت صور وفي صور خاصة كمان من جواله، وقفلت الجوال وحطيته واكتفيت بالبرنامج هذا، يعني ما رحت لا يمين ولا يسار. وشوي أسمع صوت خطيبي وهو ينادي أخوي يقول له وين الجوال، فحاولت أحط الجوال بهدوء بالصالة بدون ما يركز إني أخذته. كنت مصدومة، ومو أي صدمة، صدمة عمر، صدمة كبيرة جدا. ما تخيلت أبدا الإنسان الملاك، الإنسان اللي يتمنى الكلمة مني، اللي ما يصدق إني أتصل فيه، يكون عايش علاقة حب أقوى من علاقته فيني، ووصل لمرحلة قذرة مع إنسانة متزوجة وناسي وكاسر كل الحدود بينها وبينه. مرة انصدمت، ما عرفت شلون أتصرف، ما كنت أبي أتكلم مع أي أحد، ومحتارة شلون يعني ممكن أفتح مثل هالموضوع مع أي أحد، صعب من جد، فما بالكم إني أتواجه معه. كنت مرة حاقدة عليه، كارهته، كنت متمنية أدخل وأفضحه قدامهم كلهم، كنت أبي أدخل أرمي دبلته، أشياء كثير فكرت فيها، لكن مسكت أعصابي، انتظرت لحد ما طلع ورجع لبيتهم. وقتها اتصلت فيه وأنا في قمة عصبيتي، أقول له كذا آخرتك، كذا آخرتك، إيش ذا، خلاص خلصوا بنات العالم. قام يقول لي إيش السالفة، وعرف على طول إني شفت الجوال والتفاصيل. قام يقول لي فتحت جوالي ترى، ويبي يخترع سالفة. قلت له اسمع، لا تحكي لي ولا تفسر لي ولا لك أي عذر ممكن أسمعه أو أقتنعه بأي مبرر تخونني مع إنسانة مثلها وعايش معاها علاقة ووصلت للمرحلة هذه. قلت له اسمع، لا تحكي لي ولا تفسر لي ولا لك أي عذر ممكن أسمعه أو أقتنع بأي مبرر، إنسانة مثلها وعايش معاها العلاقة هذه ووصلت للمرحلة القذرة هذه، إيش تبي تقول؟ رد بكلمتين وقال أنا غلطان وراضي بأي حكم تحكمين عليه، بس أنا أحبك وأتمنى ما تنسين الشي هذا. ما قدرت أتحمل أكثر وخفت أبكي ويسمعني، قفلت بوجهه. من بعد ما قفلت ليومكم هذا ماني قادرة أستقبل منه أي اتصال ولا أفتح رسائله ولا أعطيته مجال للنقاش خير شر. فالموضوع هذا مرة مصدومة ومو متخيلة إيش ممكن أسوي. فكرت أني أتواصل مع زوجها وأرسل لها صور وأفضحه هو وياه، عندي حساب زوجها وأقدر أوصل له، أو أني أكلم عمي اللي هو أبوه، أو أكلم أهلي. المهم ماني عارفة إيش الطريقة اللي ممكن أنتقم منه ومنها. فكرت كمان أتصل فيها وأغلط عليها وأسبها وكذا وأهددها عشان أشوفها ذليلة ومكسورة قدامي، لكن كمان ترددت، مرة مقهورة، ماني متخيل الموضوع أبدا، مصدومة بالإنسان اللي كنت أشوفه ملاك، ما تخيلته أبدا بالجرأة هذه. وكل ما رجعت أقرأ الرسائل والكلام ما أقدر أكمل قراءة، ماني متخيلة إنه كان بالشكل هذا بالجرأة هذه ومع إنسانة متزوجة. فإيش ممكن يسوي بكرة وأنا زوجته؟ شلون يحبني ويحبها بنفس الوقت؟ مرة مصدومة منه وماني مستوعبة اللي صار. مرات أنام وأقوم وأتمنى إنه حلم مو واقع، وهو نفس الشيء قاعد يرسل، ما أدري، ما فتحت رسائل ولا أعطيته مجال للنقاش أبدا. فوان أحتاج رد مستعجل، ما أقدر أنتظر أكثر. القصة مأخوذة من أم حور. أكتبوا في الكومنتات إيش رأيكم بالتصرف، إيش حتسوي؟ وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا. إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.